شوفوا اللي تقدمت، شوفوا التقدم، وهذه دلال وصلت على المركز الرابع، عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، وفي المركز وصلت على المركز الثالث دلال، وسنأخذ المركز الرابع هملولة لفهد بن حصين بن فهد الرمزاني النعيمي، وفي المركز الخامس وصلتنا مزنة لراشد بن مبارك بن حمد الشهواني. يا سلام، المركز الخامس شعار بن ثلاب، مرحبا بك يا بن ثلاب، أرحب بهذا الشعار، شعار تاريخي تاريخي تاريخي، هذا الشعار شعار الحذرة لمحمد بن راشد بن ثلاب الهاجري اللي واصل على المركز الرابع. ولكن أعود إلى أمجاد في مقدمة الشوط، أمجاد باحثة عن المجد، أمجاد باحثة عن الناموس، وباحث عن الناموس عبد الله بن علي بن سلامة الشاب المتألق المندفع في عالم رياضة الهجرة العربية الأصيلة، المندفع ويريد أن يهدي الناموس إلى أهالي معيدر في الصباح هذا اليوم. يا سلام، راعي الشادن عبد الله بن علي بن سلام الهاجري ومالك الأسماء وراعي الهبوب يشارك معنا في هذا اليوم ليجدد الماضي والإنجازات. المركز الثاني وصايف، وصايف على المركز الثاني، تعود ملكية وصايف للسيد سالم بن بخيث بن قحيز المري على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث شعار هالي العوينة، وهذا الشعار لا يخفى على الأنظار، شعار غانب بن منصور سيف الخيارين، وهنا دوشة فهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيارين، بينما ناخذ المركز الثاني. المركز الثاني هناك من الجانب الآخر اللي وصلت، هذه اللي وصلت صمود لمحمد بن عبد الله بن زيد بن ديلة، ولكن أعود إلى أمجاد. ما شاء الله يا أمجاد، أمجاد تسيطر على الموقف، عبد الله بن علي بن سلام الهاجري في مقدمة الشوط، ينطلق في مقدمة الشوط في هذا اليوم اليوم الخاص بالإجداع، لكن الكل يقترب. يا حسين، يا هي انطلاقات، يا هي تحديات. هذه اللي وصلت على المركز الأول، وهذه تغيرت الأمور. الشحانية محمد بن عندر بن كردي المنخص المري اللي سيطرت على المركز الأول، المركز الثاني. يا سلام، شوف اللي واصله، المركز الثاني اللي وصلت، هذه الصمود للسيد محمد بن عبد الله بن زيد بديله. يا سلام، فهد بن سيف الخياري قادم بكل قوة على المركز الثاني. عواصف اللي تعصف الأمور، يا سلام، فهد بن سيف آل بوسعيد الخيارين، وعبد الله بن محمد بن زايد أيضا المنصوري قادم بكل قوة. شوف اللي واصل للمدينة، أو مواجيب راشد بن علي بن راشد بن ديلة المري. مشاهدينا الأعزاء، هذه هي النتيجة، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، إلى مقدمة هذا الشوط، وإلى هذا العرض الجميل، وإلى هذا التحدي المثير، وهذه مقدمة الشوط. هذه الصمود، اصمدت الصمود. محمد بن عبد الله بن ديلة يركز، يا بن ديلة دير لي بالك، الواصل على المركز الثاني. هذه لحظات ما بعدها لحظات، ولكن الصمود صامدة. الصمود، واصمد يا بن ديلة. يا سلام، محمد بن عبد الله بن زيد بن ديلة. يا سلام، تهانينا لك يا بن ديلة. أشكرك يا بن ديلة، الصمود صمدت صمود الجبال السود في الصباح هذا اليوم. تهانينا والناموس لمحمد بن عبد الله بن ديلة المري، مركز الثاني. المركز الثالث أو الثاني الشحانية محمد بن عندر بن كردي الملخص المري، مركز الثالث. المركز الثالث اللي وصلت أقدار لعبد الله بن محمد بن زايد المنصوري،
والمركز الرابع عواصل بن فهد بن سيف بن محمد آل سعيد الخيارين، والمركز الخامس اللي وصلت ضبية أو مواجيب لراشد علي بن دينا. ناخذ التوقيت الزمني 7:51، 56 جزء من ثانية ثاني لموسى محمد عبد الله بن ديل المركز الثاني، وصلت على المركز الثاني مواجيب لراشد بن ديل المري، توقيتها 7:52، 42 جزء من ثانية ثاني وناموس المركز الثالث، شعار عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري 7:54، 28 جزءا من الثانية.